ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. شكلها يا جماعة وطعمها زي الجاهزة بالظبط. بصوا مقرمشة جدا ازاي. او السيرب هيكون عبارة عن ايه بقى؟ بيكون تقيل وبارد. كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية وعليهم شريحة من الليمون، يبقى 2 سكر عليهم كوباية مية. طاسة او حلة هحط فيها السكر والمية على نار عالية لحد ما يغلي. لمدة تقريبا 10 دقايق، ربع ساعة او كده على النار. هقلبه دلوقتي كده بسيط قوي عشان بس ادخل السكر في الميه. اكتر من كده يا جماعه كده خلاص قلبته، بس مجرد ان انا دخلت السكر في الميه هسيبه بقى كده على نار هاديه مش نار عاليه لحد ما يغلي. بيقعد بالظبط 10 دقائق وبيكون جاهز، بندخله على الثلاجه. طبعا اهم حاجه الريموت ما يسكرش معايا، بحطه من الاول. هحتاج هنا معايا نص كيلو كنافه نكون جايبينها طازه ونحطها في الفريزر يوم او اتنين بحيث تكون متجمده. بعد ما هجمدها هبدا ان انا افركها كده تكون بالشكل ده معايا، عامله زي البودر بالظبط. ممكن في الكبه وممكن على ايديكوا، بس يفضل تكون في الفريزر عشان تبقى سهل في ان احنا نخليها بودر كده خالص. شايفين ازاي؟ عايزها تكون كده. لو طازه هتلاقوها متقطعه معاكوا كبيره مش رفيعه بالشكل ده كده. نص كيلو كنافه عليه ربع كيلو سمنه او زبده يعني كوبايه، وعليه معلقتين كبار عصير ابيض او عصير جلوكوز او معلقتين كبار سكر بودر. طب ليه؟ بيخليها متماسكه ولونها كله على بعض ذهبي، مش حته ذهبي وحته مش ذهبي، فاهمين قصدي؟ بيوحد دول ويخليها متماسكه يعني. هبدا اول خطوه ان انا اجيب كده حاجه احط بس العسل ده على السمنه. معلقتين كبار العسل ونقلبهم كويس قوي، او السكر البودر او عسل الجلوكوز اي حاجه عندكم. هبدا بقى انزل بيه كده على الكنافه. وابدا بقى ان انا اشربها كويس قوي السمنه مع العسل دول بالشكل ده كده. بصوا كده، بصوا بعمل ازاي. بدخل السمنه جوه الكنافه كلها مع طبعا العسل، وعشان الكنافه انا فارمها كويس هتلاقوها سهله جدا في الناحيه في النهايه يعني تخش في بعض. بصوا بمنتهى السهوله هتلاقوها في دقيقه خلصت. الكمية دي يا جماعة الصينية مقاس 30 أو 28، مش أكتر من كده. ليه الصينية دي يعني اللي بعمل فيها؟ بصوا أهي أنا كده خلاص خلصت. بصوا بقى عشان المقدار مظبوط. طب أعرف إزاي إن كده خلاص كفاية؟ هتلاقوا إن الكنافة بعملها كده، باخد مثلا كده شوية أعملهم على شكل مثلا كده. هتلاقوا الشكل ده بدأ ياخد، بصوا ثبت ما تفككش بسرعة كده، هي خلاص جاهزة معايا. المقدار على صينيتين، على صينية واحدة يعني، بس عشان ايه اعرف بس يبقوا مقسومين صح. واجي هنا بقى هبدأ ان انا اضغطها كويس قوي جوه الصينية. بصوا اهو كده، وبعدين بقى هبدأ ان انا اتك عليها كده، ممكن بطبق ممكن بحاجة مثلا معلقة وممكن بايديكوا، دي احسن حاجة. بصوا كلها بنفس السمك ازاي كده، خلاص خلصتها يا جماعه. الحشوه اللي هي القشطه الكدابه او الكريمه يعني، عندي هنا 3 كوبايات من الحليب وعندي 3 معالق كبار نشا اللي هو الكورن فلاور. هحط كده النشا مع اللبن، اللبن مع النشا كويس قوي كده. القشطه دي يا جماعه ما فيهاش ولا سكر ولا فانيليا، هي كده بس، هو لبن ونشا، وفي الاخر خلاص بحط لها كوبايه كريمه. هقلب كويس وبعد كده احطها على نار متوسطه لحد ما تتقل معايا. يبقى 3 كوبايات لبن، 3 معالق كبار نشا، هقلب كويس قوي وبعد كده احطهم على النار يتقلوا. احط لهم كوبايه من الكريمه او القشطه من غير ولا سكر ولا فانيليا. كوبايه من الكريمه او القشطه او وش اللبن او كريمه الخفق اي حاجه عندكم، تديها بقى طعم وقوام كريمي جدا. وهنقلب
اخر تقليبه وكده خلاص، ولا فانيليا ولا سكر. بصوا يا جماعه هفرد الكريمه بس مش هجيبها على الجلابه قوي عشان ما تتحرقش وتخرج بره الكنافه وبره الصينيه يعني. هبدا بقى كده بقى نحط الطبقه الثانيه اللي هي من الكنافه. وطبعا شغلت الفرن دلوقتي على حراره 200 من تحت بس مع المروحه عشان ادخلها فيه فلفل في النص. هندخلها على الفرن ونسيبها نص ساعه. تقريبا نص ساعه كانت خلاص استوت بالشكل ده كده معايا. طبعا بصوا في حته هنا غامقه، ده لان القشطه اتسربت من الفتحات اللي كانت في الكنافه فنزلت شويه قشطه تحت يعني. هبدا بقى طبعا انا سقيتها من الطبقه اللي فوق وهبدا اكمل هنا سقيها باقي الشربات. بصوا قوامها عامل ازاي بعد ما برد. ده كده شكلها النهائي من بره. بصوا اصلا ارتفاعها عامل ازاي، تعالوا بقى تشوفوا من جوه عامل ازاي. اسمعوا الصوت بس ايه معايا. عارفين يا جماعه كده سخن كده كده لسه ما بردتش خالص، نستعملها حالا. شكل من جوه بتاعها عامل ازاي، ادي القشطه من جوه بصوا لونها، والكنافه طبعا من تحت ومن فوق. وصفه مظبوطه وناجحه عايز اقول لكم 1000000%. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ده كان فيديو النهارده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.